السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. إن شاء الله في هذا التسجيل سوف أشرح لكم ما يتعلق بالمشروع المخصص لمادة البستنة وتنسيق الحدائق. المشروع طبعا هو يعتبر نهاية الفصل، كما أخبرنا هو بديل عن امتحان النصفي، يعني عليه علامة حتكون تقريبا 15%. سنضع فيه طبعا مجمل الأفكار التي تعلمناها من خلال التمارين التي رسمناها خلال الفصل. هذا المشروع سيكون عبارة عن قطعة من الأرض سوف نصمم فيها منتجع أو شاليه كبير. هذه القطعة يعني مساحتها كبيرة تصل إلى تقريبا 9 دولمات، فيها طبعا منزل أو خلينا نقول يعني شاليه، مبنى صغير، ممكن يكون هذا المبنى أو هذا، ممكن يعني كل واحد يختار ما يناسبه، إما هذا المبنى أو هذا المبنى بالذات للناس اللي بدها ترفع أو تشتغل يعني 3D. هذا المشروع طبعا له مدخلان، مدخل هنا ومدخل هنا، يعني في شارع عندنا هان وفي شارع عندنا هان. طبعا لما بدنا نشتغل في هذا المشروع بدنا نصمم منتجع يعني حديقة كبيرة فيها مختلف العناصر التي عادة ما تكون متوفرة في الحدائق العامة، مثل طبعا عناصر نباتية والمنشآت والمسطحات المائية، المعرشات والجلسات، الممرات طبعا والطرقات المختلفة، مواقف السيارات إذا كان بيسمح المجال، الأماكن الرياضية مثل الملاعب أو ألعاب الأطفال إلى آخره، طبعا من الأفكار اللي ممكن نضعها مثلا حديقة حيوان مصغرة إلى آخره، من العناصر اللي ممكن يفكر فيها الإنسان أو بحب تكون في مثل هذه المنتجعات أو في مثل هذه الحدائق. الآن هذا المشروع سوف أقوم تسليمه لكم يعني أوتوكاد، بحيث أنه يبدأ التصميم طبعا بالأوتوكاد، وبإمكان أي طالب أو طالبة يصمم من بنات أفكاره، يعني من عنده إذا عنده فكرة بيقدر يصمم، ويكون رائع جدا. لكن من باب طبعا التسهيل عليكم سوف يعني أعطيكم يعني بعض الصور ممكن تاخذوا منها أفكار، وهذه الأفكار في الصورة نقتبسها ونسقطها على قطعة الأرض اللي عندنا، بحيث إنه تخرج إن شاء الله يعني بشكل جميل. يعني سبق انه عملنا احنا يعني في احد السنوات مثل هذا المشروع، حتى نفس يعني قطعة الارض، يعني هذا انا اشتغلتها بايدي هيك يعني على نحو سريع. يعني هي عندي انا مثلا صورة ممكن اخذ منها فكرة، اخذت انا هذه الفكرة اللي في الصورة بطريقة معينة واسقطها على المبنى او على قطعة الارض اللي عندي من الداخل طبعا، ولسه بدها تكميل، بس على الأقل يعني اشتغلنا فيها أكثر من 50% من المطلوب. يعني أخذنا الفكرة هام طريقة معينة، طبعا عملنا السكيل، ضبطنا السكيل، وبعدين عملنا مثلا تدوير معين أو حركة معينة بحيث إنه نوفر طبعا طرقات أو ممرات السيارات ومساحات خضراء ومسطحات مائية وملاعب، ولا زلنا طبعا نحتاج إلى بعض العناصر، لكن أنا من باب الإظهار والتوضيح إنه ممكن هيك نشتغل. يعني هي عندي أنا صورة ممكن أقتبس منها الفكرة وأبدأ أستفيد منها وأسقطها على قطعة الأرض، بطلع عندي يعني منتجع أو حديقة جميلة جدا رائعة جدا كما ترون في هذه الصورة. الآن طبعا زي ما حكينا مطلوب نوفر كل هذه العناصر قدر ما نستطيع، وبعدين نروح على الشوارع اللي هان، في عندي شارع وشارع نصممهم، نعمل حركة السير فيهم بطريقة هتكون لائقة ومناسبة، وهذه موجودة في بعض الصور، بإمكاننا نستفيد يعني من هذه الصور ومن ثم نطبق يعني ما نريده على قطعة الأرض اللي عندنا. يعني على سبيل المثال هي عندنا مثلا بعض الصور، هذه صورة فيها فكرة رائعة جدا، بإمكاني أنا آخذ الفكرة فيها وأكمل عليها. يعني ممكن في الأول نضبط السكيل تاع الصورة، بعدين يعني نشوف مثلا المحاور والخطوط الرئيسية في الصورة، بعدين أبدأ يعني أسقطها على الموقع بما يتناسب ويتلائم مع طبعا الممرات البوابات، وبما يتلائم مع المبنى اللي عندي.
هذه كمان فكرة، صورة فيها فكرة رائعة جدا، بإمكان تكون هي بؤرة الفكرة أو مركز المنتجع اللي عندي. يعني المسألة بدها شوية تأمل في بعض الصور. هاي كمان هذه الصورة، هاي الصورة هذه، يعني مجموعة من الصور. هاي الصورة هذه كمان منتجع كامل، مع طبعا تصميم وتنسيق للشوارع برا حركة السيارات، عندي موقف سيارات وشارع، فبالتالي الأمر كثير هذا ميسر وجميل، بإمكان الواحد يقتبس منه أفكار عديدة. هذه الصورة كمان هاي فيها ملاعب كما ترون. الملاعب طبعا بإمكاني أن أوفر بعض الملاعب، ملعب أو اثنين، بحيث تكون يعني مساحتهم ملاعب مساحة معقولة، يعني ما تكونش طبعا ضخمة جدا، مثل ملعب باسكتبول أو الطائرة أو التنس الأرضي، أو حتى كرة قدم ملعب صغير من كرة القدم، أو إلى غيره من الملاعب. هذه كمان صورة فيها فكرة جميلة، هي مثلا ملعب التنس هام، يعني هي فيها مسطحات مائية وفيها جلسات وكذا، فيها ملاعب وخضار وأشجار، يعني فكرة لا تحتاج إلى بعض الاستكمال، فينا بعض النواقص مثل ألعاب الأطفال إلى آخره من هذه الأفكار. هاي كمان هذه منتج يعني كبير جدا مع بعض المباني، كان برضو نستفيد منه من الحركة اللي فيه. هذه كمان صورة فيها حركة جميلة، هذه الصورة فيها أفكار كثير حلوة ورائعة جدا، كان الواحد يعني مع طبعا تنظيم السير في الشوارع، بإمكان أخذ الفكرة كما هي في الشوارع هان وأسقطها على الشوارع اللي عندي، وأخذ راحتي زي ما قلنا، بدناش أتقيد بشارع 6 متر ولا 8، يعني خذوا راحتكم في تنظيم الشوارع. هاي كمان هذه الصورة، هذه الصورة اللي احنا عرضناها قبل شوية وعملنا تصميم يعني شبيه فيها. هاي كمان هذه الصورة، يعني خلينا ناخذ لنا انا نزلت لكم الصور هذه على الكلاس مع المشروع، يعني 10 دقائق او 5 دقائق من التأمل في الصور، حيث انه اذا تعجبكم فكرة معينة في صورة ناخذ الصورة هذه ونبدأ نشتغل عليها كما ذكرنا، ان شاء الله بيطلع معنا شغل كويس. طبعا بالنسبة لتشطيب الشغل، هي هذه كمان صورة جميلة جدا، يعني بإمكاننا نشغل أوتوكاد، بس هذا المستوى الأدنى، بإمكاننا نشتغل فوتوشوب أو 3D. طبعا المستوى الأرفع هيكون 3D أكيد، لكن اللي حابب يشغل فوتوشوب برضه فيش مانع. اللي بده يشغل مستعجل وبده يشغل أوتوكاد فيش مانع، لكن طبعا مش حيكون تقييم زي تقييم اللي بيشغل فوتوشوب أو 3D. هذه ممكن ياخذها الواحد لمنطقة اللي هو الاستجمام والسباحة، الفكرة اللي فيها يعني في الآخر. الحاصل إنه أنا عندي مجموعة من الصور حطيت لكم يعني أجملها في الكلاس، بإمكانكم طبعا كل واحد يستفيد من الأفكار اللي في الصور هذه، لكن ما بدي أنا إنه الصورة نفسها تتكرر عند مجموعة، يعني بحيث إنه لا، بدي كل واحد يشغل لحاله، بحيث إنه في النهاية يكون هذا شغلك مش شغل يعني غيرك أو ماخذ من غيرك، لأنه بدي في النهاية أسلم أنا الملف الأوتوكاد إضافة للمشروع النهائي. المشروع النهائي أعتقد إن شاء الله تكون الصورة واضحة هيك، وش المطلوب منا في هذه المرحلة. طبعا أتمنى أن تكون الأمور إن شاء الله واضحة، وإذا في أي استفسار أو سؤال منكم من خلال الواتس إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.